يلا سيمو سيمو بونيه لا 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 اجي وين يلا تكون طالع عادي عادي اول ويكتب طالع هاي هاي محمد باروس محمد هذول لاعبين في الشناب التي يخرجوش ياخذوا عنده البارون تخطوا او تسناو 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 القدام راه خرجوا كمل اسمعني 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 هذا هو هذا هو لانين مقابله ضد اكادير كانت مقابله زوينه لعبنا بكل روح رياضيه وكنا حنا شادين بالون يعني ما كاينش اللي غادي ماركي عندنا مشكل حنا في الهداف كنلعبوا كره كنشدوها تنحكموها من بعد ولكن ما كاينش اللي يكمل ديك الكره باش يوصلها تماركا البيس ما روح رياضيه والفريق اللي كيلعب مزيان راه هو اللي كيستاهل يدوز كيخصنا غير واحد شويه ديال الانضباط صراحه الجوار ما تينضبطوش بزاف ما كيترينيوش الاسباب الاسباب الاوليه انه الانسان خصو يخدم الخدمه هي الاولى ما عندوش من الدخول الكره في كره القدم في الاطراف ما كتوكلش الخبز يعني خصك اوبليجي الناس كاين الدراري اللي عنده عين ما خصك اللعاب خصو تكون عندنا اول حاجه بطوله احترافيه ما عندناش يعني غير الجمعيات كيجمعوا الدراري صافي كي ما كتلقى كاع كاين الجمعيات ما كيترينوش يكونوا مستشهرين يكونوا بعدا يكونوا بعدا الفرق يكونوا فرق خاصه بكره القدم يعني ملي كتقول هذاك فريق راه خاص بكره القدم ماشي فريق شاد كاع الرياضات وما شاد حتى وحده يعني العاب قوى الباسكت التنس ما شاد حتى وحده ودخلوا نزيدوا على كره القدم انت كترى ان حنا مشكله بسيط غير الدراري ما عندهمش لي ليسونس يلا دابا الدراري مشكله باش غير نلعبوا يعني خص النوادي يشدوا ما كرهناش النداء ديالكم المسؤولين انهم اول حاجه الناس اللي كيشدوا الملاعب يعني يوفروا ذوي الاحتياجات الخاصه ملعب في كل مدينه يعني راه الا مشيتي لكازا الدار البيضاء راه تبارك الله راه فيها اكثر من 2000 ملعب وحنا ما عندناش ملعب خاص لنا يعني ماشي خاص لنا غير ناخذوا راحتنا فيه اوقات التدريب يمشيو للدراري ترينيو والرساله الثانيه انهم حنا محتاجين لي سبونسور ضروري خصك سبونسور باش يلاه نزيدو شويه قدام